السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه. فنانات هدرن اللحوم في عيد الأضحى ورفعوا شعار النباتي أفضل. هنشوف الخبر اللي معانا بيقول ايه. يحتفل المصريون بعيد الاضحى طبعا المبارك، والذي يرتبط ارتباط كبير بالاضحية لذبح البقر او الماعز او الجمال وتوزيعها على الفقراء والمساكين، لكن هناك عدد من الاشخاص لا يتناولون اللحوم ويطلقون على نفسهم نباتيين، ان اغلبهم يروا خطورة في تناول وتأثير اللحمة السلبي على الصحة، والبعض يرى ان الحيوانات صديقة لهم فكيف يأكلون اللحوم، وهناك عدد من النجمات قاطعن اللحوم. تعالوا نتعرف عليهم. الفنانة لبنى عبد العزيز. قالت الفنانة لبنى عبد العزيز بأنها تتبع نظام غذائي محدد للحفاظ على جمالها ونضرة بشرتها، وهذا بالإضافة لكونها نباتية، ولا تتناول اللحوم أو الدواجن منذ سنوات طويلة للحفاظ على صحتها، لأن أكل اللحوم يؤدي للأمراض، وتحرص على تنظيم وجباتها بشكل منتظم، والذي يعتبر سر جمالها ورونقها التي تظهر به. تاني فنانة معانا شيرين رضا. قالت الفنانة شيرين رضا في إحدى اللقاءات التلفزيونية إن حبها للحيوانات جعلها شخصية نباتية بشكل كبير، مشيرة إلى إنها لا تأكل اللحوم أو الطيور، تعتبر الحيوانات أصدقائها، فكيف هتاكلهم؟ إنها تحب الحيوانات أكتر من بني آدمين عشان ملهمش صوت، وكمان إن الحيوانات في بلدنا مهدور حقهم. الفنانة التالتة معانا دينا الشربيني. أقلعت دينا الشربيني عن تناول اللحوم وأصبحت نباتية، وأوضحت أن السبب في ذلك هو الخيالات التي كانت تتعرض لها عندما تفكر في الحيوانات، ورأت مشهد في أحد المسلسلات عن طفلة مختطفة وقام الخاطف بتقديم طعام حيواني لها فرفضت وقالت له إنها نباتية، وسألته كيف تأكل شيئا لديه أب وأم، وهو ما جعلها تفكر في الأمر وتقتنع بحديث الطفلة وأصبحت لا تأكل اللحوم أيضا. الفنانة الرابعة معانا لبلبة. الفنانة لبلبة تظهر دائما مثل الفراشة بسبب رشاقتها، وهو ما كشفته في إحدى تصريحاتها قائلة: أنا شخصية نباتية أعيش على الخضروات والجبن فقط، ولا أتناول اللحوم أو الفراخ، ولكن أحيانا أتناول الأسماك فقط. الشخصية اللي بعد كده معانا إليسا. نشرت الفنانة إليسا في إحدى المرات عبر صفحتها على موقع انستجرام صورة الأطعمة الغذائية النباتية تحتوي فقط على الخضار والفاكهة، تعلن من خلالها تحول نظامها الغذائي إلى نظام صحي يعتمد على النباتات، وذلك بعد إصابتها بمرض السرطان، ويعد المأكولات النباتية يساعد بشكل كبير على القضاء على هذا المرض. معانا الفنانة الأخيرة نانسي عجرم. ورغم أن الفنانة نانسي عجرم تعتنق المسيحية ولا يخصها الأضحية، إلا أنها قالت خلال جلسة دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي بأن وزنها 48 كيلو جرام، وكشفت عن نظامها الغذائي الذي تتبعه قائلة: أعتبر امرأة نباتية ولا أتناول اللحوم والدجاج، لذلك أكتفي عند تلبية دعوات الإفطار بالمقبلات والصحون الباردة، لكنني في النهاية أدلل نفسي بطبق من الحلوى العربية اللذيذة. وصلنا لنهاية الخبر. وأقول لكم برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر. إلى اللقاء.